إذن لنقل أن هذا المثلث متساوي الأضلاع، وما أريد فعله هو عمل شكل آخر من هذا المثلث المتساوي الأضلاع، وسوف أعمل ذلك بأن أخذ كل ضلع من هذا المثلث وأقسمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية، إلى ثلاثة أجزاء متساوية. إذن هذا المثلث المتساوي الأضلاع لم يرسم بطريقة مثالية، ولكن أعتقد سوف تصلكم الفكرة. وعلى الجزء الأوسط سوف أكون مثلث متساوي الأضلاع آخر، إذن على الجزء الأوسط هنا سوف أكون مثلث متساوي الأضلاع آخر، فهذا سوف يبدو شيء كهذا. ثم هنا سوف أضع مثلث متساوي الأضلاع آخر، والآن من هذا المثلث المتساوي الأضلاع أصبح لدينا شيء يبدو مثل النجمة، وثم سوف أفعلها مرة أخرى. بالتالي كل من الأضلاع الآن سوف أقسمه إلى ثلاثة أضلاع متساوية، وفي المقطع الأوسط سوف أضع مثلث متساوي الأضلاع، سوف أضع مثلث متساوي الأضلاع، إذن في المقطع الأوسط سوف أضع مثلث متساوي الأضلاع، وسأقوم بعملها لكل ضلع من الأضلاع. دعوني أعملها هنا. ثم هناك أعتقد وصلت الفكرة، ولكني أريد أن أوضحها. ثم هكذا، وثم هكذا، وهكذا، وثم تقريبا جاهز لهذا التكرار. هذه الطريق إنها تبدو هكذا الآن، ويمكن أن أعيد التكرار مرة أخرى. كل من المقاطع يمكن أن أقسمها إلى ثلاثة أضلاع متساوية وأرسم مثلث متساوي أضلاع آخر، مثلا هنا 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 هنا. أعتقد أنك ترى، ويمكن الاستمرار هكذا إلى ما لا نهاية. إذن ما أريد عمله في هذا الفيديو هو التفكير بما يجري هنا، وفي الواقع ما أقوم برسمه إذا استمريت بعمل هذا إلى ما لا نهاية. في كل تكرار ننظر إلى كل ضلع ونقسمه إلى ثلاثة أضلاع متساوية، وثم في التكرار التالي هذه ثلاثة مقاطع متساوية، وفي التكرار التالي على المقطع الأوسط نضع مثلث متساوي أضلاع آخر. هذا الشكل الذي نصفه هنا يسمى بنتفة الثلج لكوخ، كوخ سنوفليك. أنا متأكد أني أخطئ بلفظ كوخ، كوخ سنوفليك. وأول شخص وصفه هو هذا الشخص هنا، عالم الرياضيات السويدي نيلز فابيان هيلغ فون كوخ، وأنا متأكدة من ألفظه بشكل خاطئ. وهذه من أوائل الكسيريات التي تم وصفها، إذن هذه كسيرية فراكتل، وسبب اعتبارها كسيرية هو أنها تبدو متشابهة أو تبدو متماثلة جدا إذا نظرت إليها من أي مستوى، حيث إذا نظرت لها من هذا المستوى، فإذا نظرت إلى هذا فسوف تبدو كأنك ترى باقة من المثلثات عليها بعض النتوءات، وإذا قمت بعمل تكبير هذا الجزء سوف تستمر برؤية نفس النمط، وإذا قمت بالتكبير مرة أخرى فسوف تستمر برؤيته في كل مرة. بالتالي الكسيرية هي أي شيء يبدو متماثل بشكل خشن من أي مستوى أو مستوى تكبير ينظر إليه، ولذلك تسمى كسيرية. والآن ما هو مشوق بهذا الخصوص وسبب أني أضعها في قائمة التشغيل الخاصة بالهندسة هو أنها في الحقيقة لها محيط لا نهائي. إذا كنت ستستمر في عملها، إذا أردت حقيقة عمل نتفة الثلج لكوخ بحيث تستمر لعدد لا نهائي من المرات على كل مثلث أصغر هنا، تستمر بإضافة مثلثات متساوية الأضلاع على أضلاعه. لنبين أن لها محيط لا نهائي، دعونا نأخذ ضلع واحد هنا بعين الاعتبار. إذن دعونا نقول أن هذا الضلع، إذن لنقول أننا سنبدأ من حيث بدأنا بالمثلث الأصلي وهو هذا الضلع، لنقول أن طوله هو S، ثم نقسمه إلى ثلاثة مقاطع متساوية،
إذن هذه ستكون S على 3، S على 3، لا يجب أن أكتبها هكذا، S على 3، S على 3 و S على 3. وعلى المقطع الأوسط سوف نعمل مثلث متساوي الأضلاع. فكل من هذه الأضلاع سيكون S على 3، S على 3، S على 3، ولأن طول هذا الجزء الجديد لا يمكن تسميته خط لأنه يوجد عليه نتوءات، طول هذا الجزء هنا هذا الضلع الآن لم يعد طوله S فقط، فهو الآن S على 3 ضرب 4. سابقا كان S على 3 ضرب 3، الآن أصبح لدينا 1 2 3 4 مقاطع وهي S على 3. بالتالي الآن بعد مرة أخرى، بعد خطوة، بعد مرة أخرى من إضافة المثلثات بفضلع الجديد، بعد أن يكون لدينا هذا النتوء سوف يكون 4 ضرب S على 3 أو يساوي 4 على 3 ضرب S. بالتالي إذا كان المحيط الأصلي، المحيط الأصلي للمثلث الأول هو P0، بعد أول دورة، بعد أن تشكلت لدينا أول مجموعة نتوءات، فالمحيط سوف يكون 4 أثلاث الأصلي، لأن كل من الأضلاع سوف يكون أكبر بأربع أثلاث الآن. بالتالي إذا كان هذا مكون من ثلاث أضلاع، الآن كل من الأضلاع سوف يكون أكبر بأربع أثلاث، فالمحيط الجديد سوف يكون 4 أثلاث ضرب ذلك، ثم نعمل دورة أخرى عليه، وهذه ستكون 4 أثلاث ضرب الدورة الأولى، فكل دورة تعملها ستكون أكبر بأربع أثلاث، سوف تصبح أكبر بثلث، أعتقد سوف تصبح أكبر بأربع أثلاث من الدورة السابقة. بالتالي إذا عملت ذلك بعدد لا نهائي من المرات، إذا ضربت أي عدد بأربع أثلاث لعدد لا نهائي من المرات، فسوف تحصل على عدد لا نهائي لطول لا نهائي، إذن P إلى ما لا نهاية. المحيط إذا عملته عدد لا نهائي من المرات سوف يكون لا نهائي. الآن هذا بحد ذاته جيد نوعا ما، أن تفكر فقط بشيء له محيط لا نهائي، ولكن ما هو بارع أكثر أن هذا له مساحة محددة. وعندما أقول مساحة محددة فهذا حقيقة يغطي كمية محددة من المساحة، بمعنى أنه يمكنني أن أرسم شكل حول هذا، وهذا لن يتوسع أكثر من ذلك. وللتفكير بها أنا لن أقوم بعمل إثبات بشكل منهجي، فكر فقط بما يحدث على أي من هذه الأضلاع، فبالدورة الأولى يبرز هذا المثلث، ثم إذا فكرت فيها، إذا رسمت فقط ما يحدث في التكرار الذي يليه، ترسم هذان المثلثان هنا وهذان الشكلان هناك، ثم تضع بعض المثلثات هنا وهنا 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 هكذا، ولكن لاحظ تستطيع إضافة المزيد والمزيد، تستطيع إضافة عدد لا نهائي من هذه النتوءات، ولكنك لن تتجاوز هذه النقطة الأصلية مطلقا. ونفس الشيء سوف يكون صحيح بالنسبة إلى هذا الضلع هنا، وسوف يكون صحيح بالنسبة إلى هذا الضلع هنا. هذا الضلع هنا، وسوف يكون صحيح بالنسبة إلى هذا الضلع هناك. بالتالي حتى لو عملتها عدد لا نهائي من المرات، هذا الشكل نطفة الثلج لكوخ هذه لن يكون لها مساحة أكبر من هذا المسدس المحيط بها، أو لن يكون لها مساحة أكبر من هذا الشكل المبين. وأنا فقط أرسم بشكل عشوائي. حسناً، سوف أجعله خارج المسدس، يمكن أن أضع دائرة حوله. إذن هذا الشيء الذي رسمته بالأزرق، أو هذا المسدس الذي رسمته بالأرجواني، بشكل واضح لهما مساحة ثابتة، ونطفة الثلج لكوخ سوف تبقى دائماً محددة. بالرغم أنك تستطيع إضافة هذه النتوءات بعدد لا نهائي من المرات، إذن هنا مجموعة من الأشياء الجيدة.
أحدها أنها كثيرية يمكن أن تستمر بالتكبير وسوف تبدو مماثلة، الشيء الآخر محيط لا نهائي ومساحة محددة. الآن يمكن أن تقول انتظر، هذا شيء مجرد، هذه الأشياء لا توجد حقيقة في الواقع العملي، وهناك تجربة مسلية ذهنيا يتحدث عنها الناس في عالم الكثيريات، وهذه هي إيجاد محيط إنجلترا، وفي الحقيقة يمكنك عملها لأي جزيرة، وبالتالي إنجلترا تبدو مثل ذلك. أنت تعلم أنا لست خبيرة بهذا، لنقل أنها تبدو مثل ذلك الشيء. بداية يمكنك أن تقدر المحيط، ويمكنك قياس هذه المسافة، يمكنك قياس هذه المسافة زائد هذه المسافة زائد هذه المسافة زائد تلك المسافة زائد تلك المسافة. الآن انظر، لها محيط محدد، واضح أن لها مساحة محددة، ولكن لها محيط محدد. ستقول لا، هذا ليس جيد، يجب أن تقربها أكثر من ذلك. بدلا من عملها بهذه الخشونة تحتاج إلى عمل خطوط رفيعة، عليك عمل خطوط أصغر بحيث تقترب من الساحل أكثر. ستقول حسنا، هذا التقدير أفضل كثيرا، ولكن حينها لنقول أننا نريد تكبير قطعة معينة من الساحل، إذا كبرناها بشكل كاف فإن خط الساحل الحقيقي سوف يبدو مثل هذا الشيء. خط الساحل الحقيقي سوف يكون له هذه الالتفافات الصغيرة، وبالأساس عندما عملت هذا في البداية، عندما عملت الدورة الأولى، فقط كنت تقيس ذلك. وستقول هذا ليس محيط الساحل، عليك عمل الكثير من الأضلاع، سوف تقوم بعمل شيء كهذا، عليك عمل شيء كهذا حتى تحصل حقيقة على المحيط، على محيط الساحل. حينها تقول هذا تقدير صحيح للمحيط، لكن إذا كبرت أكثر هذا الجزء من الساحل سوف تكتشف أنه حقيقة لا يبدو كذلك تماما، سوف يسير للداخل والخارج هكذا، وربما يبدو مثل هذا. فبدلا من هذه الخطوط الخشنة حتى نقيسه بهذه الطريقة، سوف تقول انتظر، أريد أن أقترب أكثر وأراه بشكل أحكم، وتستمر حقيقة بعمل ذلك حتى تصل إلى المستوى الفعلي. بالتالي الساحل الحقيقي لأي جزيرة أو قارة أو أي شيء هو بعض الشيء يبدو كثيريا نوعا ما، وهو تستطيع التفكير فيه كأنه ذو محيط لا نهائي تقريبا. واضح أنه في نقطة ما سوف تصل إلى نوع من المستوى الذري، وهذا ليس نفس الشيء بشكل دقيق، ولكنه نوع من نفس الظاهرة، وهو شيء مثير للاهتمام عند التفكير فيه.